دور الذكاء التجاري في قطاع التأمين. تبحث المؤسسات دائماً عن طرق جديدة وأفضل لممارسة الأعمال التجارية، سواء لتحسين عملياتها الحالية أو لخفض التكاليف. لذلك يلعب ذكاء الأعمال دوراً مهماً في هذا السياق، لأنه يساعد على تحسين وظائف الأنظمة المستخدمة من خلال أدوات التحليل والإبلاغ واتخاذ القرارات المستنيرة، التي بدورها تساهم في تخطيط استراتيجيات تجارية تعتمد على البيانات. الذكاء التجاري هو مصطلح يستخدم لوصف استخدام التكنولوجيا والبيانات كعنصرين أساسيين في عملية صنع القرار الصائب في المؤسسة.